السلام عليكم. ذهب لزيارة والدته حين علم أنها مريضة. والدته امرأة طيبة تعاني ضعفا في السمع وفي اللسان، وما هي إلا لحظات حتى انتهت الزيارة. أرسلت لهم ميليشيا الحوثي والمخلوع قذيفة دبابة اخترقت منزلهم في حي الحميراء بمديرية صالة محافظة تعز. سالت دماء الشاب الطيب صلاح الدين، أسعفه أهله وأصدقاؤه حملا على دراجة نارية، نزفت دماؤه بغزارة، وحين وصل إلى المستشفى كانت نفسه قد فاضت إلى بارئها، شاكية إليه ظلم ميليشيا الحوثي والمخلوع لسكان المدينة من المدنيين. قصة استشهاد الشاب المدني صلاح الدين محمود في الفيلم التالي، نشاهده ثم نعود. نشكر الأخوة من قناة الحيش على زيارتهم لنا، وأعتقد أن أول زيارة جاءت للحالة هذه بعد أن نقتلوا بناتنا كل كامل تمام، يعني قتلوا أولادنا، تعرضوا بيوتنا للضرب، لأن إحنا مقابل يعني شفت مقابل الأمن المركزي، مقابل كسر الجمهوري، المهم ضحينا ما ضحينا وخرجنا من بيوتنا إلى أماكن يعني أكثر أمنا من بيوتنا، لأن ما قدرناش نجلس طبعا، يعني القنص قنص والدبابة دبابة تنهال والصواريخ الكاتيوشا تنهال كلها لظهورنا، ولا احنا دارين على ايش، امنين احنا مواطنين جالسين في بيوتنا، لا نتدخل بهذا ولا بهذا. انا ابني صلاح الدين محمود عبد العلي احد الشهداء ضرب لا وسط البيت، طبعا هو مخزن، هو واحد بقى وسط الغرفه، ما اسكنش الان ندخل الغرفه ولا رمي لكم، ضربوا الدانة، كم من دانة قد طلعت، بس هذيك ضربوها تماما يعني، وبعدها دخلوا من عرض الشز عن شقت رأسه، والآخر هنا بس سقط كل الشرايين حقه، ما شلينا إلا من هنا إحنا والحارة والدم حقه. يلا وصلنا العسكري قطع هناك، بعد رجعنا نزلنا الروضة حتى طريقة إسعافه كان صعب يعني، مو صعب جدا يعني، ما عرفنا الطريقة إلا في كوسايكل والله، واللي كان يتحمل هو واحد من المتحملين حقه، يعني الدماء فوقه ما والدم جلس أمارته، لا ما وصلنا للمستشفى هو لا زال تسلسل الدم بعده، لأنه هنا قاع بالشرايين القلبية أنا أعتقد. هنا فجاء لما خرج من هنا الشجر، والشجر الثاني اكتشفنا لو نحن نغسل له بالجامع انه من هنا ضربه، يعني شجر دبابه طبعا ضربت من شفت، يعني في تاريخ 7 2 2017 يوم الثلاثاء بعد الساعه الرابعه بعد الظهر، يعني هم مخزن لا بيد السلاح ولا المدفع ولا بيدش داخل البيت. كم عمره؟ 23 سنه. الى عن الشباب عندنا زوجته كذا دانات الدبابة هي مركزونا فوقه، وهذه أم صلاح سنجاء عجمة يعني العلم، هذه أم صلاح تمام، وبعدها هي تتشنق على سلم، كانوا بالبيت عندي 6 أو هو كيف عملوا ما مخزن بغرفة طالع فوق مخزنات قمارة، وضربوا العمة حسن ضربوا له فوق رأسه ورجله، مات بغرفة مخزن بغرفة طالع فوق ومخزلات قمارة وطلاقة يلبى غرفة فوق، واللي واحدة برأسه وواحدة برجلة وخارقة من رجلة. ليش ايش دمعه؟ قال دمعه ابن واحد بس، ابن صغير ابن واحد معه بس. من هنا من هذا وسخن لما ضربوا لونا العنبة حسن، لما ضربوا لونا العنبة حسن، ودكتور ولا داخل من هكا وعرض قدر عبد السلام من هكا اربع خدر من هكا من هكا بغرفة فوق، وهذا يكلم في راس حقه وحده للراس حقه اللي كبير والراس حقه، والثاني برجله وخرج من الجانب الثاني. هو كان مسلح كان شيء؟ لا معه سلاح. ماما مخزن وبن خالفه ولا ما حق لا مولاي ولا ما حق، مروح من شغل السيكال وتخدي طلع قال بقى فبق لا باقي كنا ساعه لما غرب، بعد ضرب الدب بلا ولا لما طر ولا فوق ولا مولاي ولا ماما. الاطفال والله يا بعض منهم تشردوا، يعني كل واحد في هيجه، يعني بعض النساء يعني الحوامل رجعنا اسعافات
من الفجائع والهدام اللي يعني هجوه البيوت حقنا هجوه. رجعنا قدرنا البيت كان خرابة، لا عاد يعني كسروا الزجاج اللي هي تراب، مش أدخلكم أنا لا بيتي، لأن كيف تنزل كان التراب بكله يعني السق مع الخشب لا وصل مكان. رجعنا الحمد لله بعض اللي بهم خير يعني عقال أصحابنا قالوا انزلوا بيوت أخرى. طلع قال عندي الصباح قال لي أمي تعبان نشي نطلع نزورين وانت بعد، قلت له خلاص الصباح طلعت غدي وأنا بتبعه ممكن الساعة 2. بعد شغلتونا جلست أشوف صاحب البيت قال بيجيالي، بعد قلت له خلاص باقي وأنا بتبعك ماشي. وأنا تأخرت العصر زاد النبي خلي أخوك تصوب شوية ولحقنا المستشفى قالوا مات. أيوه كان هو أسرته وأنا الحالي والعالب به، بس هو قال لي أخ مريض بنطلع نزوره، قلت له تمام السباق وأنا باقي. كأنه كان له أسابيع أسبوع ما يطلعش يزوره؟ أي لا كان يعني يزوره أنا هو، بس قال لي ذيك اليوم أمي مريض نطلع أنا أتخزن عنده، قلت له تمام السباق. وأنا تأخرت للعصر ما فيش واحد كان ينتبه البيت اللي حرسه خلاص، لا العصر جاء واحد عليه قال لي أخوك تصوبت عوار، رحت المستشفى قالوا ما. كيف كان طريقة الإسعاف؟ الإسعاف أصحاب الحارة كان هو واحد صاحبه مخزن حدفه ولا حسان ما في سيارة ولا شيء. في كنز كيف ألف كنز دائما كنز كان لهنا، وهذه كأثرة شوف الدانة هنا عدم بعض الأقدرة بعض كذا بعض. أما الآن يعني أحيانا يهدعوا سأل يأمنوا للناس يعملوا لهم بعد يقروا وقاموا عملوا يعني يوم ولا يومين يعمل لهم كم من مقتول من النساء من الأطفال من الشيبة، لا عد عندهم ضمير ولا إخلاق ولا يقولوا هذا طيف ولا هذا مدني ولا هذا ما حامل سلاح ولا عندهم أي نوع من يعني من الضمير أو يعني الإنسانية أو الدين مثلا، يقول ما عش معهمش. ويبدو أن لا مكان في قلوبهم لرحمة ولا مجال لعقل، فها هو أحد وزرائهم قبل أيام يدعو لإخراج الطلاب والمعلمين من المدارس وإلحاقهم بالجبهات للقتال نيابة عنه ضد أهلهم وبلدهم، وكأنما حل على أيدي هذه العصابة من الخراب والدمار لا يكفي، وكأن كل هذه الدماء والمقابر لا تكفي. مئات من الأبرياء يقتلون في بيوتهم بعد أن كانوا فيها آمنين مطمئنين. مشاهدينا الكرام، حقوق المدنيين موضوعنا الأثير والدائم في برنامج لست وحدك، حقوق المدنيين في أوقات الحروب، حديثنا مع الناشط الحقوقي محمد الأحمدي بعد هذا الفاصل، ابقوا معنا. شفتنا بالحرب الويل ضربونا احنا من الجبل مضون علينا انا كل الهدف، بس الله ستر دقت بحقنا احنا المدرسه، اجت الصوت قوي ودقت بحقنا احنا المدرسه، بعدين دخلت امن المقصف حقنا احنا، بعدين راحت بالقم الثاني، بعدين جتنا احنا الضربه ناس كلهم راحوا، جت الضربه من المسجد رجعت من عندنا احنا قلت لي هنا كل خربنا من تعزل القرية حرب. أنا كنت بالدحي خربت لبرباشة حرب عشان بالحصاب قاموا دقرق بيت الحصاب، رجعنا للبيت حقنا الحصاب وخربنا للبرباسة ونرجع للحصيب، خربنا للبرباسة ونرجع للحصيب في حال. مرحبا بكم مجددا مشاهدي الكرام، واسمحوا لي أن أرحب بضيفي من اسطنبول الناشط الحقوقي محمد الأحمدي. مرحبا بك أستاذ محمد.
مرحبا استاذ عبد الله، اهلا وسهلا بك وبقناه بلقيس والمشاهدين الاعزاء. بعد قرابه 3 سنوات من هذه الحرب، كيف يمكن تقييم وضع حقوق الانسان في اليمن؟ الى اي مدى من السوء بلغت الحال؟ بعد 3 سنوات من الحرب التي أشعلفت لها ميليشيات الحوثيين والمخلوع صالح في اليمن، هناك هدر غير مسبوق للحقوق الأساسية اليمنيين طيلة هذه 3 سنوات العجاف. هدر غير مسبوق للحقوق الأساسية، سواء ما يتعلق بالحق في الحياة أو الحق في السلامة الجسدية والمعنوية. هناك أرقام متصاعدة لأعداد القتلى الذين يسقطون يوميا برصاص ميليشيا الحوثيين وصالح، سواء بقصف عشوائي أو إعدامات ميدانية أو الإعدام بدم بارد. لا تزال هذه الممارسات اليومية مستمرة للميليشيات في مختلف المناطق اليمنية. هناك استهتار كبير بالحياة الآدمية للناس، سواء في من خلال السلوك اليومي للحرب لهذه الميليشيا أو حتى في المناطق الخاضعة لسيطرة الميليشيا، من خلال حرمان اليمنيين من أبسط مقومات الحياة وفرض حصار خانق على السكان المحليين. أيضا الاعتقالات والاختطافات والإخفاء القسري ممارسات مستمرة لهذه الميليشيا. للأسف الشديد أيضا هناك اختطافات واعتقالات، بل وحتى أيضا استهداف للمدنيين من طرف قوات التحالف العربي بغارات توصف بأنها خاطئة أحيانا، ولكنها بين فترة وأخرى. بينما السلوك اليومي للميليشيا المتعمد للاستهتار بالحق في الحياة وانتهاكات اليومية للحق في الحياة بحق المواطنين اليمنيين مستمرة. هناك حالة تعذيب حتى الوفاة أيضا داخل السجون. إذن هناك حالة إنسانية مزرية في الواقع في اليمن بعد 3 سنوات من الحرب العشواء، الحرب الشعواء التي أشعل فتيلها ميليشيا الحوثيين والمخلوع صالح على اليمنيين، ووصلت نيران هذه الحرب إلى كل أطراف البلاد. نعم، ما يحدث سيد محمد أنه ما نشاهده يعني يطرح وكأن الأمر يعني لا يوجد أي قوانين للحروب أو قوانين يعني نظمت هذه الصراعات وحاولت أن تقلل من أثرها على المدنيين. شاهدنا قبل قليل قصة شاب مدني قتلته الميليشيا بقذيفة في منزل والده بتعز. هل للحروب قوانين للحفاظ على المدنيين الواقعين في مناطق الحرب أو في بلدان الحروب بشكل عام؟ هذه القصة أستاذ عبد الله التي أشرتم إليها، والتي هي في الحقيقة واحدة من المآسي اليومية التي يعني تحدث للمدنيين بفعل يعني تفلت الميليشيا الحوثية وحليفهم المخلوع صالح من أي ضوابط أخلاقية أو قانونية أو مسؤوليات توجبها القوانين الدولية قوانين الحروب. بالتأكيد الحرب لها قوانين ولها قواعد سلوك تضبط هذه الحرب. القانون الدولي الإنساني ينظم عمليات النزاع المسلح ويحاول أن يحمي أو يوفر حماية للمدنيين من الانتهاكات أو من الحروب والاستهداف وتأثيراتها على المدنيين. لكن ميليشيا الحوثيين والمخلوع متفلتة من أي ضوابط يفرضها القانون الدولي الإنساني، لا سيما اتفاقيات جنيف الأربع والبروتوكولات الملحقة بها. هذه الاتفاقيات أوجبت على يعني المتحاربين على أطراف النزاع سواء كان نزاعا محليا أو دوليا. نعم، كيف يمكن إلزام هذه الميليشيا، الميليشيا الحوثية وغيرها من الميليشيات، يعني هل يجب أن يتم التوقيع مع جميع الميليشيات في الدنيا حتى تلتزم بهذه القوانين؟ قانون الدولي، القانون الدولي الإنساني المتمثل باتفاقيات جنيف والبروتوكولات الملحقة بها يوجب على كل الأطراف أطراف النزاع في أي مكان في على وجه الأرض أن تلتزم بهذه الاتفاقيات. لا يشترط أن تكون هذه الأطراف حكومات يعني معترف بها، حتى نعم. الجماعات المسلحة ملزمة بالالتزام بالقانون الدولي الإنساني أثناء النزاعات المسلحة.
لأن هذه القوانين ملزمة، قانون الدولي الإنساني أثناء النزاعات ملزم لكل الأطراف. هناك إشكالية لم نرى في اليمن في اليمن على سبيل المثال سيد محمد، في اليمن على سبيل المثال منذ اندلاع هذه الحرب التي أشعلت هذه العصابة، ولم نرى أي التزام من قبلهم بهذه القوانين، بل أنه الأسوأ والأدهى والأمر هو ما تفضلتم بذكره، أنه انحدار يعني وضع عملية التحالف إلى يعني استهداف للمدنيين، بدلا من أن يعني كنا ننتظر أن تلتزم الميليشيا الحوثية بهذه القوانين، إذا بنا نرى التحالف ينزلق إلى مثل هذه الحال. كيف يمكن إلزام هذه الميليشيات يعني بأي قوة بأي أساليب ضغط يمكن أن يلتزموا؟ للأسف الشديد أستاذ عبد الله، كنا دائما نقول ولا نزال أن يد القانون الدولي اليوم مغلولة بفعل أو مكبلة بفعل سياسات بعض الفاعلين الدوليين الذين في الحقيقة كانوا جزءا أيضا من يعني بطريقة أو بأخرى من الصراع المحتدم اليوم في اليمن، عندما غضوا الطرف منذ وقت مبكر على ممارسات الحوثيين وعلى تمسكها بالسلاح ويعني وتاريخها الطويل من العنف والتمرد على الدولة، ومع ذلك تم الترحيب بهذه الميليشيا والاعتراف بها سياسيا وتوفير غطاء سياسي لها من خلال المشاركة في مؤتمر الحوار الوطني دون أن يشترطوا أو يفرضوا عليها نزع سلاحها، ثم غض الطرف عن ممارساتها بحق السكان في منطقة دماج في صعدة مرورا باقتحام عمران. تاريخ طويل كما تفضلت سيد محمد، كان هناك التاريخ طويل والمراحل والمراحل التي مرت بها هذه الميليشيا في التعامل الدولي المدلل لها بالضبط. طويل يعني لا يمكن أنه يتسع الوقت لذلك، لكن نبحث الآن عن كيفية إلزام هذه الميليشيا بهذه القوانين والحد من استهداف نعم. المدنيين. يعني أنا كان أشير إلى هذه إلى السياق التاريخي للأحداث في اليمن حتى يتضح مدى التواطؤ الدولي مع هذه الميليشيا الذي وهذا التواطؤ الذي شجعها على المزيد من ارتكاب جرائم الحرب بحق المدنيين وعلى التفلت من الضوابط التي يفرضها القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان وصولا إلى الاستهتار التام بكافة حقوق الإنسان. اليوم اليمنيون يعانون أشد المعاناة في الجوانب المعيشية حتى من أبسط حقوقهم التي صادرتها هذه الميليشيا. يجب على العالم الدولي وعلى الفاعلين الدوليين أن ينهوا معاناة اليمنيين بالتعامل بصرامة مع جماعة العنف كلها من دون أي إقحام للحسابات السياسية في يعني لتكون جزء من المقايضة مع جماعات العنف بما في ذلك جماعة الحوثيين. هناك حسابات للأسف لبعض القوى الدولية أو الإقليمية هي التي من شأنها أن تشجع جماعات العنف على المضي في انتهاكاتها المستمرة للقانون الدولي ولحقوق الإنسان وللاستهتار بحياة المدنيين. على المجتمع الدولي والفاعلين الدوليين أن تكون مواقفهم واضحة في رفض جماعات العنف أيا كانت، والتخلي عن سياسة الازدواجية في التعاطي مع جماعات العنف المسلح عندما تعلن هناك يعني سياسات وحروب واضحة في مواجهة جماعة عنف معينة، بينما يغض الطرف عن جماعة عنف أخرى لا تقل بشاعة وعنفا وإرهابا عن تلك الجماعة. هل لأن الضحايا سيد محمد يعني تختلف ألوانهم؟ مثلا نجد التعاطف الدولي يكون في أوجه عندما تتم عملية إرهابية في إحدى العواصم الأوروبية ويروح يعني ويذهب ضحايا من مواطني تلك الدول، بينما ضحايا بالعشرات يوميا في عالمنا العربي وفي اليمن تحديدا، ولا نجد مثل هذا التعاطف. لماذا هذا الإزدواج في المعايير الإنسانية حتى على مستوى التضامن والتعاطف؟ فعلا هذا شيء مؤسف، يعني عندما تحدث عملية إرهابية ما في حق مدنيين في دولة أوروبية أو غيرها الجميع يتعاطف معها بما في ذلك المجتمعات العربية والإسلامية ويبدون حزنهم، وهذا حق في نهاية المطاف، لكن بالطبع وهو التزام إنساني وأخلاقي وقانوني، ولكن في المقابل هناك استرخاص كبير عندما يكون
الضحية مسلما أو عندما يكون من المجتمعات العربية التي يعني تهدر حقوقها يوميا دون أن يكون هناك تحرك فعلي وموقف صارم من طرف المجتمع الدولي والفاعلين الدوليين. هناك سياسة غريبة وعجيبة في التعاطي مع مسألة حقوق الإنسان في العالم، عندما يكون الضحايا ذوي البشرة الزرقاء يكون هناك اهتمام أكبر وتعاطي أهم يعني أكثر قدرة على تقصد العيون الزرقاء وليس البشرة الزرقاء سيد محمد. عودة إلى موضوع الفاعلين الدوليين ومطالبتك لهم بمزيد من المحاولات والضغوط لإلزام الميليشيا الحوثية بالقوانين، قوانين الحروب والقانون الدولي الإنساني، كيف يمكن أن تتوافق هذه الدعوة مع اعتراف المنظمات الأممية التابعة للأمم المتحدة وتعاملها مع هذه الميليشيا، بل ومؤخرا كما قالت الأنباء أنه تم تزويدهم بملايين من الدولارات لعملية نزع الألغام التي في الأساس قاموا هم بزراعتها في دروب وأراضي اليمنيين؟ كيف يمكن فهم مثل هذه المواقف؟ يعني في الحقيقة أستاذ عبد الله أحيانا لا نجد تفسيرا لهذه السياسات العجيبة في التعاطي مع جماعة الحوثيين. 14 مليون دولار تقدم لجماعة الحوثيين عن طريق الأمم المتحدة لنزع الألغام، بينما هذه الميليشيا تستخدم هذه الملايين من الدولارات وغيرها من أموال الشعب اليمني وغيرها أيضا من مساعدات الإغاثية في تمويل حربها على اليمنيين وإدامة الصراع وفي مزيد من زرع الألغام في المناطق السكنية وفي المزيد من قتل الأطفال والنساء في اليمن. هناك ممارسات وسياسات عجيبة لا نستطيع فهمها وتفسيرها، سواء أن هناك هل اقتنعت الأمم المتحدة مثلا أن هذه الميليشيا ستقوم فعلا بنزع الألغام؟ يعني هذا هو السؤال المطروح. يعني أحيانا يكون هناك ربما بعض العناصر من الشبكة ما يمكن أن يوصف بالشبكة الناعمة للميليشيا الحوثية ومشروعها التدميري في اليمن، لديها علاقات معينة مع بعض المنظمات الدولية وتقدم تقارير مضللة ومغلوطة وكاذبة، وأحيانا تقدم صورة يعني مختلفة لواقع هذه الميليشيات، تغري بها المنظمات الدولية وتحاول جر هذه المنظمات للتعامل مع جماعة العنف ودعمها وتمويلها. من قبل كنا نسمع أو نشرت بعض وسائل الإعلام الحديث عن تمويل منظمة اليونيسف لطباعة مناهج تعليمية محرفة حرفتها ميليشيات الحوثيين، ويعني بالتأكيد يعني قد تتعرض الأمم المتحدة ومنظماتها ومنظماتها للتدريس مرة أو مرتان، لكن أن يستمر هذا التدريس ويستمر هذا التعامل من قبل الأمم المتحدة فعلا أمر محير. عودة إلى موضوعنا الأساسي وهو هذه الجرائم التي يتعرض لها المدنيون باستهدافهم بشكل ممنهج ويومي في عديد من المناطق اليمنية بتعز وغيرها، كيف يمكن توثيق حق الضحايا حتى يأتي وقت الحساب أو يعني التفاهم من خلال العدالة الانتقالية؟ المهم ألا يضيع حق هؤلاء الضحايا. أعتقد أن هذا الجهد الذي تقومون به في قناة بلقيس وخاصة هذا البرنامج الحقوقي هو جزء من حفظ الذاكرة وحق الضحايا في توثيق حالة الانتهاك التي يتعرضون لها، وأيضا مسؤولية كبيرة على عاتق المنظمات المحلية المعنية بحقوق الإنسان في اليمن للعمل على توثيق جرائم الانتهاكات بشكل مستمر ودون ملل. سيأتي اليوم بالتأكيد الذي تطالهم المجرمون، تطالهم يد العدالة وسيقدمون للمحاسبة على جرائمهم وسينتصف للضحايا، سواء كان هذا المدى قريبا او متوسطا، لكنه بالتاكيد ستحل هو بلا شك الحقوق لن تضيع. لكن ما دام التوثيق قائم، كيف تقيمون عملية التوثيق الميدانية للجرائم التي ترتكب بحق المدنيين؟ نحن في قناة بلقيس وفي برنامج لست وحدك لا نستطيع الوصول الى كل ما يحدث، فقط نحاول أن نصل إلى ما يمكننا الوصول إليه، ما يمكن تصويره وما يمكن للضحايا أن
يعني يساعدونا بالحديث عن ما تعرضوا له، لكن هناك جرائم بالعشرات ويومية، كيف برأيكم يجب توثيقها وحفظها؟ المسؤولية أولا تقع على عاتق الضحايا أو أقارب الضحايا الذين يجب بدورهم أن يقوموا بإبلاغ الإبلاغ عن هذه الانتهاكات، سواء لفرق الرصد الميدانية التابعة للجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاك حقوق الإنسان أو المنظمات الحقوقية المحلية الموجودة أو لوسائل الإعلام. أعتقد أن المجتمع كله، المجتمع اليمني الواقع تحت نير هذه الحرب الظالمة من طرف الميليشيا الحوثية وحليفهم صالح، معني بتوثيق كافة الانتهاكات والجرائم على كل القوى ويعني ومنظمات المجتمع المدني أن تسعى جاهدة لرفع مستوى الوعي في المجتمع بأهمية توثيق الجرائم الانتهاكات والإبلاغ عنها لأكثر من جهة. هناك أيضا ضرورة لإعادة تفعيل النيابات والقضاء في المناطق المحررة بحيث يتم توثيق هذه الانتهاكات والإبلاغ عنها لدى المؤسسات القضائية اليمنية بعد إعادة تفعيلها. أعتقد أن هناك مسؤولية كبيرة مشتركة لأكثر من جهة من طرف، سواء من طرف الضحايا وأقاربهم أو المنظمات ووسائل الإعلام، أن تهتم بمسألة التوثيق والرصد وتسجيلها وتدوينها. وسيأتي بعد ذلك في مرحلة لاحقة مسألة المحاسبة والضبط وتقديم الفاعلين أو المجرمين أو المتورطين في جرائم الانتهاكات للمحاسبة. صحيح. الناشط الحقوقي محمد الأحمدي، كنت معي من إسطنبول، شكرا جزيلا لك. إلى هنا مشاهدينا الكرام انتهى وقت هذه الحلقة. نذكركم بأن وسائل اتصالنا مفتوحة من خلال الإيميل الظاهر أسفل الشاشة أو عبر صفحتنا على الفيسبوك، كما يمكنكم مشاهدة الحلقات السابقة من البرنامج على قناة بلقيس على اليوتيوب أو قناة البرنامج على التليجرام. أسرة الشهيد المدني صلاح الدين محمود، تم الرصد بأمان الله. Thank you.